وصار بعضهم يكفر بعضا. عجيب. من المتأخرين كالعلامة المفسر الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول برفع عيسى حيا روحا وبدنا، ويقول بعودته، لكن يقول المسألة كلها من آمن بها أو كفر بها لا تقتضي عند الإيمان بها زيادة في الدين، ولا عند الكفر بها نقصا من الدين. وهذا قول وسط. لماذا؟ تأثر من الشيخ الشعراوي بآراء بآراء أساتذه، شيوخ الأزهر العظام، مفتي مصر عبده، والشيخ المراغي، والشيخ شلتوت، والشيخ أبي زهرة، والعلماء الكبار. تأثر، قال لا، يبدو أن المسألة ليست ليست من مسائل الاعتقاد. وهذا الذي ذهبت إليه قبل أسابيع، فرقوا بين أصول الإيمان وبين مسائل قد نصدق بها فلا تزيدنا إيمانا في أصول الإيمان، وقد نكذب بها أيها الإخوة فلا تجعلنا خارجين من دائرة الإيمان ولحمة الإسلام ورحمة الرحمن حتى نكفر بها. يقال كفر زنديق، لا، ليس هكذا. هذا رأي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. إذن نأتي الآن، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك بحسب اللغة وبحسب مواقع الاستعمال في الكتاب الأعز، متوفيك أي مميتك، مميتك ميتة طبيعية. هم أرادوا ماذا؟ قتلك وإهانتك. والآن سأدلي بمعنى أيضا لم أسبق إليه أيها الإخوة. قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. ما موقع التطهير هنا؟ تطهير من ماذا؟ كلمات كثيرة عودوا إليها في أمهات كتب التفسير، الذي أرتاح إليه جدا بفضل الله تبارك وتعالى، أن مطهرك هنا فيها إشارة إلى اعتقاد اليهود. من هنا أهمية الدرس المقارن للأديان حتى نعرف. إلى اعتقاد اليهود أن من يوضع، من يصلب يعني، على خشبة فهو ملعون، هذا النجس ملعون. الله يقول لا، لن أسمح بأن يوضع يسوع عيسى على خشبة. قال وما قتلوه وما صلبوه. وبهذا أيضا نزيف رأي القديانية الأحمدية ومن لف لفهم، وكان الشيخ العلامة أحمد داد تأثر بهذا، أن عيسى وضع على الصليب، نعم، وصلب فيما يظهر، لكنه لم تنزهق روحه، يعني لم تزهق، لم تنزهق نفسه. فلما دل عن يعني خشبة بعد قليل إلى آخر قصة، قصة مريم المجدلية ومريم أمه والرشوة لحراس القبر إلى آخره. لا، اليهود يرون أن من يصلب فهو ملعون ونجس. الله يقول مطهرك، كأنه يقول لم يصلب، ولا يقال لمن وضع على الصليب دون أن يصلب ويموت إنه صلب، المفروض هكذا، وإنما من يقتل على الصليب هو المصلوب، هو المصلوب. الله ينكر هذا وهذا. إذن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، فهمنا مطهرك والترتيب، وفاء ثم رفعة. طيب الرفعة هنا يقول رافعك إلي، أستغفر الله العظيم، كأنهم يشيرون إلى ما وقر في صدورهم أيها الإخوة من عقائد فاسدة وخيالات كاسدة، أن الله والعياذ بالله يعني يوشك أن يكون له مكان حسي، وإن كان فوق المكان، فوق السماوات السبع على كرسيه في عرشه بالمعنى الذي يليق بجلاله. عندهم بعض العقائد التجسيمية، حاشا لله، ليس كمثله شيء، لا يقال إن الله له مكان يتمكن فيه، حاشا لله، كيف وهو ممكن المكان ومزمن الزمان، كيف وهو خالق الظروف والأزمان، لا إله إلا هو. إذن وين كان قبل أن يمكن المكان؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ هذا يليق بالمخلوقات بالمحدثات. فقالوا الله يقول رافعك إلي، قلنا الجواب من جهتين. أول شيء قوله عز من قائل رافعك الرفعة، ليس بالضرورة أن تكون رفعة مكان، بل هي رفعة مقام ومكانة. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، في إدريس ورفعناه مكانا عليا. الرفعة رفعة معنوية، رفعة مقام ومكانة، وليست مكان حسي أيها الإخوة. أي واحد قال لك لا ما ينفعش، لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال رافعك إلي. يا سلام، يعني لا مكان حسي فعلا يرفع إليه عيسى، مصرون على التجسيم والتشبيه والعياذ بالله والعقائد الفاسدة. إذن أين أنتم من قول الله تعالى على لسان لوط، حكاية لقول لوط عليه السلام، وقال إني مهاجر إلى ربي، مش لربي. لو مهاجر لربي يعني لأجل ربي، جهادا في سبيل ربي، ما قالش لي، قال إيش؟ إلى، التي يتوصل بها من مكان إلى مكان، وقال إني مهاجر إلى ربي،
الله في فلسطين يعني؟ والعراق تخلو منه؟ هل هكذا تفهمون القرآن الكريم؟ هذا خسارة فهمكم للغة العربية؟ هذه ذائقتكم اللغوية؟ هذا قول حكايته رده، لا نرده بأكثر من أن نحكيه، مجرد أن تحكيه حكايته رده كما يقال، وقد حكيناه هبتان. وإنما الرفعة رفعة إيه؟ رفعة مقام ومكانة أيها الإخوة. متوفيك مميتك ميتة طبيعية إلى اليوم أيها الإخوة. هناك بلدة في كشمير في الهند فيها قبر، بل هو مقام عظيم لرجل يعتقد أنه من كبار الصالحين. أهل تلك البلدة سرينجرا يعتقدون أن هذا الرجل وفد عليهم قبل 1900 سنة، وأنه من سلالة الملوك، وأنه أحد الأنبياء، واسمه يوز أساف. يوز أساف، أما اسمه الحقيقي يقولون فهو عيسى. النصارى الذين ذهبوا إلى كشمير ورأوا هذا، وهذه المعلومات التي تؤثر من مئات السنين، قالوا قد يكون أحد الحواريين أو أحد تلامذة ورسل عيسى. فهل يمكن أن يكون عيسى بعد أن نجاه الله تبارك وتعالى هاجر من بلد فلسطين وذهب إلى هناك وعمر هناك وتوفي هناك وفاة طبيعية كما يعتقد القديانية؟ القديانية يعتقدون بهذا، الله أعلم. مسألة قيد الدرس ورهن التحقيق والبحث، لكن ممكن. لماذا عيسى لم يقتل على الصليب ولم يرفع حياً روحاً وبدناً، وإنما مات ميتة طبيعية بدلالة إني متوفيك، فلما توفيتني قد خلت من قبله الرسل، آيات كثيرة، سنن هذه. الله تبارك وتعالى أعلم. نأتي الآن إلى آية النساء. قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن يقول بل رفعه الله إليه. قالوا صرح بالرفع، أجبنا عن الرفع، إنه رفع المكان والمقام. وانتبهوا، آية النساء نحكم فيها آية آل عمران. لماذا؟ وعد وإنجازه، وعد وتنجيزه. أين وعد الله؟ في آل عمران، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذا وعد حققه الله وأنجزه ونفذه، فأخبر بقوله بل رفعه الله إليه. هنا فقط اكتفى واجتزى سبحانه وتعالى بالرفع، فالمفروض أن هذا الرفع يكون في سياق الوعد تاماً كاملاً. والوعد هو بماذا؟ بالتوفية والرفع والتطهير. فكأنه يقول بل توفاه الله ورفعه وطهره منهم، فلم يصلبوا. عيسى لم يصلب ولم يقتل، هذا هو، هذه تفعل في هذه، لأنه هذا وعد وهذا تحقيقه. لا تأخذ الرفع وحده، لأنه إخبار عن تحقيق الله لوعده لموعدته لعيسى عليه السلام.